السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في القرنين الماضيين ظهر كثير من العلماء في أوروبا اهتموا ببحث موضوع التطور في الخلق. هم نجحوا في المشاهدات والملاحظات، ولكنهم فشلوا فشلا ذريعا في التفسير العلمي له. زعموا مثلا أن الإنسان الحالي انحدر من فصيلة من القرود كانت أقل منه تطورا. وقال العالم الهولندي ديبوا إن الإنسان العملاق عاش في جاوة، وأنه اكتشف أحفورة له في جاوة سنة 1891 وسماها الإنسان القرد، لأن كان إنسان ضخم عملاق. هي حفورة لا يعلم إن كانت قردا أم إنسانا، هي على شكل إنسان. ظن كثير من علماء التطور أن كل أنواع المخلوقات الحية نشأت في بدء الخلق من نوع واحد، ثم ما لبثت بعد ذلك أن تطورت أنواع مختلفة وسلالات شتى. خطأ، أكبر خطأ وقعوا فيه. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. كلكم لآدم وآدم من تراب. الحديث عن خلق الإنسان وتطور خلقه يذكرنا بخلق آدم عليه السلام، ولقد جاء هذا الموضوع خلق آدم في هذا الحديث القدسي الشريف. روى الإمام البخاري عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله تعالى آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. وفي رواية أخرى: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. نبدأ الآن. خلق الله آدم على صورته. احنا قلنا إذا تقدم اسمان، نعم، طلا ضمير غيبة، فالضمير إن عاد على الأول له معنى، وإن عاد على الثاني يبقى له معنى. ومذكور عندنا خلق الله آدم، أدي اتنين، الله وآدم على صورته. الهي دي راجعة لله ولا لآدم؟ فإن كانت راجعة إلى الله يبقى الله خلق آدم على صورته، بمعنى أنه خلق فيه أن جوارحه تنفعل لمرادات نفسه بدون أوامر. ساعة ما يعوز يقوم يقوم، ساعة ما يعوز يمنع. يعني خلقه على الفطرة التي فطره عليه. أيوة نعم. لا، إداله تصرف، كما يتصرف الله في كونه بكل، هو يتصرف في جوارحه بمرادات نفسه. هي الفطرة بقى. هي نعم. نعم. يعني خلق الله آدم على صورة صورة الله. صورة الله، مش على حقيقة الله. يعني فطرة الله التي فطره عليه. عليها، نعم. طيب. لا، خضوع جوارحه كخضوع كون الله له حين يريد شيئا. خلق الله، طب وإذا رجع صورته على آدم؟ يبقى لم يخلقه طفلا بيرضع وبعدين كبر بقى فتى وكبر بقى غلام، لا، هو راجل زي ما هو كده. هو دم 60 ذراع، لأن دي خلقه بإيده.
ولذلك امتن بقول لما خلقت بيدي، يعني مش بكون انا عامله بايدي، يبقى مش بكون، وما دام عامله بايدي بقى 60 زراعة. وبعدين هيشوف بعد كده انه بيتجوز ويخلف ويجي، يبقى دخلت الاسباب مع المسبب. المسبب خلقه 60، الاسباب ابتدت تاخد شويه، الاسباب اللي بتجيب بقى كل ما يجعل الاسباب دخل يقوم ينقص. لو ابقاها مع المسبب لظل طوله 60 زراعة. نعم. فخلق الله ادم على صورته. وبعدين لما يجي في الجنه بقى يقول لا مش هخلقه على الهيئه اللي انت وصلت اليها من الغفله، انا هخلقه زي ما وديتك. نعم. زي ما خلقت الاول. نعم نعم. خلق الله ادم على صورته، اذا نفهم هذا على الفطره وعلى صوره ادم. نعم. الاثنين مع بعض. نعم يا سيدي. طوله 60 ذراعا. فلما خلقه قال اذهب فسلم على اولئك النفر من الملائكه. سلم على الى ذلك النفر بخصوصه. مش كل الملائكه، لان في ملائكه ولا ديروا حكايه ادم. نعم. ولا عارفين عنه حاجه، المهيمون اللي ما فيش قبلهم الا الله، ولا خلق ولا هو. ولذلك لما قال الله لابليس انت استكبرت للسجود ليه؟ انت تصورت نفسك من العالين، يعني من الملائكه اللي هم ما مش داخلين في الحكايه. استكبرت ام كنت من العالين اللي ما شملهمش؟ لان الملائكه اللي سجدوا لادم مش هم كل الملائكه. ادي واحد. ليه؟ أم قال لك لأن فيه ملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ما عندهمش شغل ولا تسبيح الله، ما لهمش دعوة بالكون ده ولا دريوا به خالص. الله الله. كويس. نعم نعم. ولذلك جعل الله أعلى صفات هؤلاء الإيمان، يؤمنون به. الله الله. يؤمنون به ده هم وياه. قال لك هم وياه أنا عايشين وياه وشايفينه. لا يزالوا وان كانوا معه يؤمنون بالغيب. الله الله. عشان ياخذوا المنزله بتاعت ايمان الغيب. ولذلك الامام الزمخشري قال لو لم يكن للزمخشري الا ان قال انهم يؤمنون به علشان ينفي انهم يكونوا قاعدين وياه وفي مغرب، برضه هو غيب بالنسبه لهم علشان ياخذوا جزاء الايمان بالغيب. الله الله. نعم. فنيجي بقى نقول له الملائكه اللي انت هتسلم عليهم دول هم اللي لهم صله بك. على هؤلاء الناس. ايه. هم المدبرات امر لك، اللي هينزلوا لك بالوحي، واللي مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، والمدبرات امر اللي لهم علاقه بك، انما اللي ما لهمش علاقه بك مالكش دعوه بهم. يا سلام. نعم. يبقى هم دول اللي لهم علاقه بك. يا سلام. فبنيجي نقول هو ده اللي انت هتخدموه. يا سلام. نعم نعم. وتخدموه ويسلم عليكم، تدوله فوق سلامه سلام رحمة. تدوله فوق سلامه سلام اللي هو الرحمة، اللي هو إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو على الأقل ردوها. نعم. يبقى معناها أن سلم على هؤلاء النفر الذين لك معهم مصلحة، وهم اللي هيدبروا لك الامور، وهم اللي هيسوقوا لك السحاب، وهم اللي هيعملوا لك كذا، وهم اللي هيبقوا معقباتهم بين يديهم ومن خلفه يحفظونه من امر الله. فعقد بينهم الخادم والمخدوم، قال له هو ده هم دول. فيبقى لا الخادم يستنكف ولا المخدوم يستكبر. ما تفهمش انك لما خلقناك يعني انت هتستغني، لا، برضه جنود الله هم اللي هيفضلوا وياك. ولذلك يقول في حق سبحانه وتعالى أنا قيوم قيوم لا تأخذني سنة ولا نوم، فيا عبادي أريحوا نفسكم لأن ربكم لا يدركه نوم ولا نعاس. فحتى الملائكة نفسهم برضه مش إن هديكم الحمل كده تاخدوه كده، برضه حامي هفضل في الوقت اللي انتوا واخدين فيه تجربة، وانت هتيجي في النوبة بتاعتك تعمل وتروح تسوي ده. ولذلك يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. نعم. وردية يعني. فاستمع ما يحيونك. شوف ليه؟ فإنها تحياتك وتحية ذريتك. ذريتك. ليه؟ انت بس يا ايه؟ السلام.
كأن مهمة الأديان كلها إيجاد كلمة السلام في الخلق. سلام بين الإنسان ونفسه، وسلام بين الإنسان وأخيه الإنسان، وسلام بينه وبين الكون كله، وسلام بينه وبين ربه. وبعد ذلك أكبر أنواع السلام اللي هو هيجيله في الآخرة بقى، اللي يقول سلام قولا من رب الرحيم. ساعة ما يقول سلام قولا دي وخلاص فوق سلام الملائكة وفوق سلام الكل. الله الله. نعم، سلام قولا من رب الرحيم. ولذلك يقول لك السلام مع الإنسان وجوارحه. إزاي يعني؟ قال لك لأن جوارحك مسبحة حامدة شاكرة. لو عملت معصية جوارحك دي هتنتقد عليك وتبقى زعلانة منك، وهي هتشهد عليك، إنما هي مأمورة بالطاعة. هي مأمورة بالطاعة فتقعد طالما هي مأمورة بالطاعة تستنى لما هي ما فيش لها طاعة، وبعدين تشهد عليه بقى تقول عمل بي كذا وعمل بي. ولذلك الأكابر لما جم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما قيل عنه تنام عينه ولا ينام قلبه، حتة كونية فظيعة. إزاي؟ أم قال لك لأن النوم معناه إنك أنت معنت الصالح للحركة. نعم. فكأنها بتقول انخمد نام بقى. لأن حركتك غير مسيطر عليها. نعم. فنام. طيب ليه؟ قال لك لأن جوارحك مسبحة حامدة شاكرة لله. ساعة ما تشوفك عملت معصية تلعنك، بتقول بقى ربنا اللي عامل ليك كده ومخلينا احنا خدامين ليك، يستحق منك انك انت تعمل كده. يبقى في عراك بين مرادات الانسان وبين وظيفة الملك. انما الملك مأمور بانه يطيع. يقوم ربنا بقى يريح الملائكة نفسهم بانه لكن خمد نام عشان الملائكة قرفوا منك لحد ما تنتهي المسألة وبعدين تصحى. الله. طيب تعالى بقى. طيب اللي بيعمل مرادات الله مع مرادات الله في نفسك، أم قال لك الجوارح تبقى مبسوطة منه. ساعة ما يقوم يصلي تزغرط، ساعة ما يمد ايده بالمعروف تنبسط، انما دي ككرهة ودي مبسوطة. تقوم ما تتمناش انها تفرقه. يقوم ما يعس نوم كتير، اقل لحظة نوم تفي. ولذلك لما يقول لك انا روحت مكة ما بنامش الا ساعتين. بنامش هناك صحيح. ليه؟ لانك انت هناك بتستحي ان تعصي، يبقى منسجم مع جوارحك. ولذلك ادي السبب في ان النبي تنام عينه ولا ينام قلبه، لان كل الحاظ حياته منسجم مع حكم الله ومراده. ما يعوز نوم ابدا. يعوز نوم ليه؟ يعمل ايه؟ عليه الصلاه والسلام. اللهم صل عليه. الله صل عليه. نعم. عليه الصلاه والسلام. نعم يا سيدي. نعم يا سيدي. وكل من يدخل الجنة على صورة آدم. أيوة. ما هو يعني هندخل الجنة كلنا على صورة على صورة آدم. ليه؟ نعم. لأنه عايز يدخلك الجنة لتتنعم، فيستصحب معها النعمة التي وجدت بها أولا. الله. نعم. الله. نعم. فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن أو ولم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. نعم. ليه؟ لما جت أسباب أخرى بنيجي من زوجين ومش عارف إيه، أدخلنا مع خلقت بيدي خلقت بزوجتي. يبقى دخل دي حتة يعني بتنسيك لما خلقت بيدي. فتنقص بقى شوية 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 لحد ما نيجي للآخرة نقول له ما نديش جزاء الآخرة إلا ما نديله الأولى، كرمناه بكذا فهل يجزاه. هل نفهم من هذا مثلا أن آدم كان طوله 600 ذراعا ونحن الآن ذرية آدم متر ونص أو مترين مثلا على الأكثر؟ هل نقص ينقص حتى الآن؟ يعني ينقص في الطول مثلا، ينقص في الحجم؟ شوف، أصل الطول والعرض والأشياء دي مسائل كونية لما تتلقاه من أغذية تحتاجها جوارحك. نعم. فمثلا الطول يقول لك لو كلت مثلا كذا وكذا او حرمت من كذا يطلع الواد قصير، فكانوا بيبداوا يجيبوا له مواد يدوا له
يجبروا المواد اللي ده. بدليل ان ولد يبقى من اخوه كبير طويل وولد قصير. ليه؟ لانه حتى في تعرض الاسري لما عملنا احصاء للاسر اللي فيها شبان منقسمين مهدي ومعفرط، فقعدنا نشوف ده مهدي ليه وده معفرط ليه، شغلنا نفسنا بها سنتين في بلدنا، فوجدنا ان الولد المستقيم في الاسره جاءت فتره مراهقته مع مصابات كثيره في العائله، ابوه انشل وقعد عيان عيان وعمالين مشغولين بيه ما يفكرش الولد في مساله ملهي. والولد الثاني جاء في رخاء، الرفاهيه جاء في رخاء، فده ينضع على ده وينضع على علشان ايه؟ يقول انا لي طلاقه القدره في ان اخلق ما شاء، مش لان ابوه طويل اجيبه طويل، ما اجعلش لاحد تاثير في هذه. هذه متعلقه بقدره الله، طلاقه القدره تقول انا هعمل دي كده ولا اعمل دي كده، ما حدش يقول انت عملت دي ليه. نعم. الا شيئين اثنين احتفظ الله بهم لمراده هو، عشان الانسان ما يفهمش ان ربنا سخر الجوارح علشان تطيع مرادات النفس كلها وتبقى على اطلاقها، لا قال لك هاخد انا حته عشان برضو احبسهم عن الله، ما تفتكرش انك انت انسلت من الله، لا. ويجيبهم الاثنين في العواطف المتناقضه، الضحك والبكاء. نعم. ما فيش ضحك روسي وضحك امريكي، كلهم واحد. ما فيش مرادات هنا، يا سلام. ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول على فرعون فما بكت عليهم السماوات، اكن الارض بتبكي، لان لما يجي واحد كان مضايق الكون بحركاته الوحشه يبقى لما يموت يخفي خفي، استريح الكون منه، ريح الكون منه، ما تبكيش عليه، يبقى اذا فيه ناس مقابله يتبكي عليهم، والا لو كان ده حكم عام ما تنفعش. فلما يجي، ولذلك الامام علي رضي الله عنه فسر لنا الحكايه دي لما قال اذا مات ابن ادم بكى عليه موضعان، موضع في السماء وموضع في الارض، اما موضعه في الارض فموضع مصلاه، المكان حيفقد واحد بيقول الله اكبر سبحان الله يوم يبكي عليه، واما مكانه في السماء فمصعد عمله الطيب.